اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هبتدي من على يميني على طول علشان كلهم اساتذه اجلاء وكباتن اجلاء كبار، كابتن ناصر عبازه، كابتن ناصر مشرف ومنور. تحياتي كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وتحياتي طبعا لضيوفك الكرام الكابتن محمود والكابتن شريف. كابتن مين؟ كابتن شريف ده كابتن، ده لاعب منتخب اولمبي. لا والله. وحكم دولي كبير، حكم دولي ساعد. كابتن شريف ياما حكم لنا مباريات كثيره جدا، وشخصيه محترمه جدا جدا. الحمد لله كابتن اسلام، سعيد جدا بوجودي معاك ومع استاذنا كابتن ناصر عباس واستاذ محمود طبعا حبيبي طبعا وزميلي في اداره الارض. حرقت لنا المفاجات النهارده كلها، كابتن ناصر حرق لنا المفاجات. كنت سته يا كابتن ناصر. كابتن اسلام انت مبدع دايما دايما، ونستمتع بيك دايما والله. ربنا يخليك، شرف ليا. استاذ محمود ازي حضرتك؟ منور الدنيا يا ابو كبير. كله تمام؟ ما ينفعش يبقى عندي حكام وما عنديش استاذ محمود صبري. انا معاك، لازم يبقى معايا طبعا حكام كبار وليهم اسمهم الحقيقه وليهم رايهم في اداره التحكيم. ولكن قبل ما نتكلم خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع، او تقرير، انا اسف، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع حلقه النهارده، التحكيم في مصر الى اين. استاذ محمود هبدا بحضرتك، لو هتحط منشيت للتحكيم في مصر، منشيت صحفي، هتقول ايه؟ غياب الضمير. غياب ايه؟ الضمير. يا نهار ابيض. لا لا انا همشي. انا ايه بمشي بدري. عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. قرار قاضي الملعب بيبقى اخطر من قرار قاضي المنصه. لانه ده في لحظه، في ثواني عاوز قرار دلوقتي. هو يعني موقفه صعب. التاني بياخد وقته وبيدرس وبيذاكر وبيعمل وبتاعه وقافل على نفسه، محدش يقرب منه. التاني بصراحة إذا لم يمتلك شخصية قوية صنعها لنفسه، واقف مع المساعدين بتوعه وما بصش، شال الألوان من وشه، مش عارف يكمل. طالما وضعت داخلك الألوان باختلافها هتدفع أنت الفاتورة. يعني ما تعتقدش مثلا هتجامل الأهلي أو هتجامل الزمالك إنك هتعدي من الباقي، لانه ربنا شايفك. صحيح. هيحاسبك، هتيجي تقع وقعه مش هتقوم منها. اذا لم يكن لديك ضمير وعندك هدف ونجاح وصلك تنجح، مش هتنجح. ولذلك عددنا وتاريخنا في التحكيم معروفين بالاسماء يا كابتن اسلام. احنا عندنا حقب تاريخيه في التحكيم. حقبه بدات 34 باول ظهور كابتن محمد يوسف، كان حامل رايه كاس العالم في ايطاليا، كان فيها مصر. وكان مساعد، وكان من وقتها من حق المساعد يبقى حكم ساحه. القانون كان بيسمح له. بعد ظهور كابتن محمد يوسف اختفى التحكيم المصري 32 سنه. لم يظهر الا سنه 66 في مونديال انجلترا. مع العملاق الكبير اللي ولد على يديه التحكيم كابتن علي قنديل. كابتن علي قنديل اول واحد عمل اثنين مونديال 66 و70. وكان ليه مباراة شهيرة مع المكسيك وسلفادور، وكانت مباراة من أكبر مباريات، كانت سنة 70 بعد نجاح وتألقه في سنة 60 الاتحاد الدولي يحكم فيه، فجابوا للمباراة دي. كان مباراة فيها سارية ودم وفيها ناس ماتت، لكن كان عنده شخصية في الملعب. بعد كده من بعد 70 اختفى من التحكيم المصري 8 سنين. رجع في 78 على يد العملاق رحمة الله عليه الحاج مصطفى كمال محمود. عمل مونديال وعمل نهائيات وحكم لألمانيا وعمل ماتشات كبيرة جدا. رجعت الذاكره شويه، جددت كده، صنفرتها كده الحدوته. غبنا 10 سنين كمان حقبه اهي. رجعنا بجمال الغندور في 98، عمل مونديال فرنسا 98 وعمل مونديال كوريا 2002 اللي كانت فيها الازمه الشريفه في مباراه السيمي فاينل ما بين كوريا واسبانيا، وهدف وهدف مباراه سيمي فاينل. مباراه سيمي فاينل وحصل فيها ما بين الاثنين لايزمان، حصل فيها يعني حاله من اللخبطه. بعد كده جه كابتن عصام الفتاح باربع سنين، فمونديال المانيا 2006 ادار مباراه واحده وروح بعد المباراه. بعد قرار هدف صحيح لليابان وكانت نتيجه 0-0 هو ما حسبهوش، وبعد كده حصلت مشكله. ثم اختفى التحكيم المصري 12 عاما وعاد في 2018 مع كابتن جهاد جريش. ونحن النهارده في 2022. بدايه جديده باستثناء كابتن محمود ابو الرجال، وكابتن محمود ابو الرجال يمكن راح مونديال 2022 بدعم من مجموعه الحكم الجنبي بكاري جسامه وناس تانية من بره شافت انه حكم واعد صح. ده المنظر اللي يخليك ايه تحكي فيه مع الناس دي. راح مثلا كابتن وجيه احمد حامد رايح مع جمال الغندور حكم معاه كذا مباراه، ممكن يكون في ناس تانية راحت انا يعني ناسيها، لكن لما تبص على المنظر
انت فوق وبدات تعمل كده، بدات تعمل كده. خطوره الامر انه الناس اللي تولت المسؤوليه في الفترات اللي هي ما بين في بدايه من التسعينات و98 و2000 و2000 بدات مستوى التحكيم ياخد جانب انحيازي وفرق، كل واحد اصبح له فريق بيدافع عنه، اهم حاجه تبقى من ضمن الشله، اذا لم تكن لك شله فلن تنجح. طيب حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان. طيب كابتن ناصر، ايه التفسير للي بيحصل ده كله، او للكلام اللي بيقوله من كابتن استاذ محمود من 34 وحتى الان تقريبا كل 10 سنين؟ اولا كابتن اسلام خليني بس الاول من خلال برنامج البيت الكبير وحضرتك نبارك للكابتن محمود ابو رجال، احد رجال يستحق الحقيقه المؤسسه العسكريه اللي اشتغل على نفسه. كابتن اسلام اقول اشتغل على نفسه ازاي؟ يعني يمكن الراجل دوت كابتن محمود ما لقاش دعم ومسانده قوي قوي، ولكن هو اشتغل على نفسه، قفل على نفسه كويس قوي قوي. وكان المفروض كابتن اسلام في مفاجاه هقولها لك، كان المفترض ان هو يلعب مع امين عمر ومع احمد حسام طه. لو الامور مشت كابتن اسلام بشكل طبيعي واحنا وقفنا مع حكامنا كابتن محمود كابتن شريف تمام، كان عندنا امين عمر راح كاس عالم الشباب وتم تجهيزه بشكل كويس قوي قوي. ده المفروض ان كان ابو رجال يطلع مع امين عمر في الفتره ديت، ولكن للاسف الشديد كابتن اسلام النهارده ان احنا بنتكلم على المسؤول عن التحكيم في الفتره اللي فاتت ديت كان كابتن عصام فتاح. تمام. كابتن عصام فتاح انا اشتغلت معاه او اشتغلنا مع بعض احنا من 2013 افضل ثلاث سنين اتعملت للحكام من 2013 لحد 2016. جبنا ماسيمو بوساكا مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي، اشتغلنا معسكر حكام على اعلى مستوى، عملنا ثلاث سنين كويس قوي، صعدنا كل الحكام اللي بتلعب حتى الان. كابتن عصام بعد كده يعني هو صديق ليا، ولكن عصام بعد كده كابتن اسلام ابتدى شويه مجهوده يقل، ابتدى شويه يفكر في حسابات لي، ابتدى شويه يفكر في ان انا في الاتحاد الافريقي بقى وازاي انا يعني اروح لابعد نقطه، وهنا ابتدى التحكيم يهمل. على الرغم المفاجأة هو مسؤول زون شمال افريقيا. صحيح. المفترض شمال افريقيا اللي هي وتم انتخابه مرة أخرى قريبا يعني. المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا. احنا مصر احنا أولى، كابتن عصام، عندنا أمين عمر، عندنا البنا، محمود أبو رجال، أحمد حسام طه، سمير جمال. كان يجب لو أنت وقفت مع حكامنا كان النهارده هيبقى عندنا طاقم تحكيم بالكامل في كأس العالم. يعني معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده أن الكابتن عصام عبد الفتاح اللي رئيس لجنه التحكيم في مصر لغايه من خمس ست شهور او من اربع خمس شهور لم يكن يعني هو اللي اختار او هو اللي كان اسس لهذا الامر، ما وقفش مع الحكام المصريين عشان يكون هناك تحكيم مصري في هذا المونديال؟ كابتن النتيجه ايه النهارده؟ ما عندناش حكم وما عندناش طاقم تحكيم، لدرجه النهارده ابو الرجال زي ما قلت لحضرتك النهارده بيلعب مع مين يا كابتن؟ بيلعب مع بكاري جسامه الحكم الجامبي. صحيح. يعني هو لولا الراجل ده مجهوده كويس قوي قوي حطوه مع بكاري جسامه ومع الفيز اللي هو الكاميروني. انا بقول ليه الكلام ده؟ لو يعني عصام النهارده انت مسؤول الزون ست سنين. ست سنين ما نقدرش احنا نطلع طاقم تحكيم من مصر. طب تعالى اقول لك على مفاجاه، لو احنا جبنا الاطقم اللي مشاركه. ايوه. تعالى نمره واحد مصطفى غربال. هقول لك مصطفى غربال انا راقبته يمكن الطاقم التحكيم بالكامل طالع من الجزائر. يعني مصطفى غربال طالع مع عبد الحق تشعلي مع مكران، الثلاثة طالعين من الجزائر. صحيح. لو هنشوف الصورة لو تتعرض نشوف واحدة واحدة. خلينا نجيب الصور، يمكن الصور هتبقى أفضل للسادة المشاهدين. لغاية لما يجيب لنا الصور، اتفضل. إذا النهاردة عندنا الجزائر عندها طاقم تحكيم بالكامل. دي بس يا كابتن القائمة الكاملة لحكام كأس العالم، ودي هنا الصور. هنا ده الراجل ده أنا راقبته تقريباً في ماتش النجم والصفاقس. كان في تونس. فاكر أنا كنت بتمرن معاهم كابتن إسلام، ده طاقم التحكيم عنده. على شماله عبد الحق الشعلي ده المساعد رقم واحد. وهناك خالص مكران اللي هو مساعد رقم اثنين. هنا الجزائر ليها طاقم تحكيم كامل. ودي علامه استفهام، ازاي احنا كمصر احنا كدوله كبيره احنا يعني شاركنا في بطولات كتيره ما يبقاش عندنا طاقم تحكيم كامل وعندنا حكم مساعد يشتغل على نفسه. ده نموذج لان احنا ما بنشتغلش على نفسنا يا كابتن اسلام. يعني هذا الطاقم موجود كله زي ما هو. بالظبط. تعالى بقى نروح للامارات. اتفضل. محمد عبد الله معاه اثنين مساعدين من الامارات، طاقم تحكيم كامل من الامارات. تعال روح لقطر، عبد الرحمن ادي محمد عبد الله موجود اهو ومعاه اثنين مساعدين من الامارات، عبد الرحمن الجاسم معاه ثلاثه اثنين مساعدين وحكم في الفيديو. تعال روح للمغرب، المغرب عندها رضوان جيد وعادل زراق اثنين في الفيديو. النهارده بنتكلم على مجيد نضاي السنغال، ثلاثه من السنغال. فيكتور جوميز معاه زخيري سويلا ومعاه
واحد من لسوتو، بكاري معاه ابو الرجال ومعاه الفيس من الكاميرون. فاحنا النهارده نتكلم، احنا انا حزين بينا نروح يا كابتن. انا حزين بس بجد والله حزين ان احنا النهارده بنقفل ونمشي كده. عندنا حكام كويسين، ولكن فين يا كابتن اللي يقف مع الناس يطلعهم يسند معاهم بدل ما اقف مع شمال افريقيا وطبعا كلهم اشقاء طبعا المفروض اقف لا مع طبعا ما مع اولادي مع اخواتي مع اولاد بلدي صحيح. بس برضو لانه لازم ياخد حقه برضو يا كابتن شريف. الكابتن محمود ابو الرجال عامل مواسم رائعه الحقيقه، ويستحق ان يكون متواجد، وهو يعني دايما احنا بنتكلم على ان هو بيشتغل على نفسه وبيعمل يعني معنى الكلام اللي بيقوله كابتن ناصر. الحقيقه ان لم يكن احد يساعد كابتن محمود ابو رجال. عايزين برضو نعرف حضرتك كنت مساعد كبير ودولي، ايه اللي بيحصل بقى؟ انا طبعا بضم صوتي لصوت الكابتن ناصر في كل الكلام اللي هو قاله وبتفق معاه في كل اللي قاله. انا هتكلم على محمود ابو رجال لان انا تعرضت لنفس الموضوع اما رحت الاولمبياد. انا برضو ما حدش ساعدني خالص للاسف. لوحدك؟ انا كنت بشتغل على نفسي كويس وبتمرن كويس، واللي كان شايف واللي كان بيساعدني للاسف رئيس لجنه الحكام الاتحاد الافريقي. هو كان بيتفرج هنا على الماتشات في مصر، لان انا كويس هو اللي ساعدني، هو اللي وقف جنبي. ما حدش من مصر وقف جنبي خالص ساعه ما رحت الاولمبياد. ما حدش تحكيم في مصر ساعتها خالص. اوكي. ودي نقطه يعني مشكله بصراحه. يعني انا متاكد ان محمود ابو رجال هو اللي اشتغل على نفسه، وهو اللي تعب هو اللي مرن نفسه. كان من المفترض ان كلنا نقف معاه او المسؤولين في ذلك الوقت. يعني مثلا من 3 سنين ونص من بعد كاس العالم اللي فات في روسيا، كان من المفترض ان لجنه الحكام الرئاسيه بقياده الكابتن عصام انها تقف مع اي طقم عشان يبقى موجود في كاس العالم ده. لان مش معقول ان قطر يبقى فيها ليها طقم واحد في الفيديو، والامارات نفس الحكايه طقم، وبرده الجزائر ليها طقم، والسنغال ليها طقم، وبرده المغرب ليها 2 في الفيديو، واحنا ما عندناش حتى الا حكم مساعد. جنبيها ليها طقم، بكاري بس طقم. بكاري مع محمود ابو الرجال ومعاه طقم. انا بقول لك ليها طقم بكاري جسام اللي اتقال عليه ايه يا كابتن شريف؟ معلش انا اتفضلت عليك. اتفضل. فللاسف الشديد انا كنت اتمنى ان احنا بعد كاس العالم اللي هو اللي فات، كان من المفترض ان لجنه الحكام بقياده الكابتن عصام انها تشتغل عشان تظبط طقم. لان احنا مصر، احنا واخدين بطولات كتيره قوي على المستوى الافريقي، واحنا طبعا احنا افضل من الجزائر وافضل من السنغال وافضل من كل دول. كان من برضو افضل تحكيميا على فكره، لان احنا لو هتلاحظ الماتشات المهمه اللي بتتلعب في دوري الابطال او في البطولات الامم، هتلاقي المصريين هم بيلعبوا الماتشات دي. يعني انا فاكر في 2010 انا لاعب نهائي افريقيا مثلا، ولعب 3 قبل نهائي، كنت بلعب الماتشات المهمه مع زمايلي الحكام المصريين. فاحنا افضل من الناس دي، فازاي ما نبقاش موجودين بطقم؟ فده انا يعني بصراحه انا يعني كنت اتمنى ان لجنه الحكام كانت تعد من بدري قوي طقم ان هو يروح كاس العالم ده، لكن ده ما حصلش للاسف. كابتن شريف استاذنك بس، كابتن اسلام احنا بنتكلم على الاطقم اللي راحت، والواحد حزين الحقيقه هو بيسمع كده ان احنا تكون بطوله كاس العالم في دوله عربيه واحنا مصر غير ممثله في التحكيم الحقيقه يعني بالشكل الامثل. طبعا لما طبعا نيجي نتكلم محمود ابو رجال على دماغنا وهنجيب اسمه كل يوم، ولكن انا اقصد ان يعني كان من الممكن ان يكون الشكل افضل من كده بكتير جدا. بالظبط. انا عايز اقول حاجه كابتن ناصر، معلش الاستاذ كابتن اسلام، معلش يعني دي حاجه لاول مره اقولها. يعني انا كنت مرشح لكاس العالم في البرازيل 2014 وكنت رايح، بس طبعا يعني حصلت لي اصابه في سويسرا في العضله الخلفيه، وكان قبلها بشهرين كنت متصاب في العضله الخلفيه الثانيه. ومع ذلك ماسيمو بوساكا بعت لي ورق ان انا اروح معسكر في كازابلانكا بعد الاصابه دي. للاسف الشديد عشان اوريك برضو ان احنا برضو يعني مش بنقف مع بعض، عرفت ان مصري راح قال رئيس الاتحاد الافريقي او رئيس لجنه الحكام الاتحاد الافريقي، قال له ان شريف عنده اصابه مزمنه عشان يودي واحد تاني بيحبه ومساعد تاني مكاني. فرد عليه رئيس لجنه الحكام كان طارق بشماوي ساعتها من تونس، قال له احنا كنا عايزين شريف بس. فطبعا انا كنت اتشلت ساعتها واتحط واحد تونسي مكاني، وراح المكان على مصر ان حتى ان يبقى فيه حكم مساعد يمثل مصر في كاس العالم في البرازيل. دي بوضح لك النقطه المهمه جدا، ان احنا برضو ما بنحبش بعض،
ما بنحبش الخير لبعض. مين يا جماعه اللي كان في 2014 ماسك في الاتحاد الافريقي؟ هنعرف. بس انا حبيت اقول دي يا كابتن ناصر فضل. مسؤول مصر ما فيش غيره الاتحاد الافريقي كابتن. مسؤول مصر في الاتحاد الافريقي. ما فيش غيره يا كابتن. بص يا كابتن اسلام كلنا عارفينه بس انا متاكد عشان ما اقولش اي كلام. هكمل كلامي بصوت مهم. يعني خلينا نتكلم في تحضير الحكام. يعني النهارده كل دوله بتحضر حكامها ازاي؟ النهارده كل دوله عامله يا كابتن محمود معسكر للحكم اللي طالع رايح كاس العالم. معسكر كامل كابتن اسلام. نعم. من بدني، فني، تغذيه، اصابات، علاج، كل ده عامله له معسكر لوحديه. اوكي. يجهزوه لان هو يطلع لكاس العالم. انا بس بدي المثل محمود ابو الرجال. يمكن كان لسه معايا على التليفون امبارح والنهارده صبح انا مكلمه قبل ما يطلع الطياره. النهارده راجل زي ما قلت ولا اتعمل له معسكر ولا حد يعني قال له تعالى انت طالع ولا حاجه خالص. الراجل شغال زي ما قلت لك، هو في برنامج اتحاد الدوله بعته. ولكن انا شايف ان احنا مقصرين مع حكامنا عشان يبقى في تحكيم. يا كابتن اسلام بقول لك اهو، احنا ما زلنا حتى ما عندناش تطوير تحكيم بعمق. كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده كلام كله سطحي. اوكي. لما نتكلم بعمق بقى هقول لك بنتكلم مين الدوله اللي بتشتغل بعمق وبتشتغل مع حكامها مش ل 26 و 30 مين؟ كاس العالم اللي جاي. عندنا الامارات، قطر. وهوري حضرتك نماذج النهارده، نماذج تعرف الفرق. النهارده كابتن ميرج كلنا وقفنا معاه وما زلنا حتى الان بنوقف معاه، وراجل مقدم مدود كويس. ولكن خلي بالك انا كابتن ميرج او يعني التحكيم في مصر خلال هذه الفتره عندنا عليه سيجمنت لوحده. يعني ولكن الراجل مش هيشتغل لوحده ومش عارف كل حاجه كابتن. لابد ان اللي يشتغل معاه، بقول اهو، يبقى فيه امانه. العرض امانه العرض امانه العرض. الحاجه الثانيه هقولك الفرق، الراجل النهارده مسافر ودي علامات استفهام كبيره قوي كابتن اسلام. كابتن محمود ابو رجال تقصد؟ لا، كلاتنبرج. كلاتنبرج في الوقت اللي هو المفروض، احنا هنتكلم في كلاتنبرج اصله لوحده. المفروض النهارده انا عندي توقف دوري، المفترض ان انا موجود بعالج اخطائي. صحيح. في الجولات الثلاثه. صحيح. بطور اداء حكامي. طيب. بشوفهم بقى فرصه. طيب. الكلام اللي بيقوله كابتن ناصر وكابتن شريف ده برضو يا استاذ محمود بيدعو للحصر. يعني هنا في 2014 وكان مسؤول لجنه التحكيم في ذلك الوقت في مصر كابتن عصام عبد الفتاح بالمناسبه. طبعا. ف وبعدين يا استاذ محمود يعني احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ لا مش هتفضل. احنا بندفع فاتوره. هل هي احزاب؟ يعني هل محمود صبري له ناسه وشريف له ناسه وناصر له ناسه واسلام له ناسه، ولا هي الموضوع ان احنا عايزين نطور شكل التحكيم في مصر؟ لان انت بقالك سنتين عندك مشاكل كبيره. النادي الاهلي خسر بسبب امور اخرى، ولكن الاكبر فيها يجب ان نعترف ان التحكيم كان له دور كبير جدا. يجب ان نعترف بالمرض علشان نقدر نداوي. الشلاليه لعب تلعب دور يا كابتن اسامه. دور مهم جدا. النهارده انت عندك ربما يكون فسطاطين او فسطاطان وممكن يبقوا ثلاثه. كل واحد ليه مجموعه وليه مكان بيقعدوا فيه. ايوه. ما هو برضو هتنجح كلاتنبرج ازاي وانت سايب عصفوره داخل اللجنه؟ يعني بتنقل وبتنفذ كلام وتقول لك ده كلاتنبرج هو اللي جايب. خلاص اللي موجود ده من اللجنه السابقه الكابتن عصام عبد الفتاح. يعني لمصلحه مين؟ هل هو السؤال اللي يطرح هنا يا كابتن اسلام، هل كان المقصود انه خلاص بعد اللي عمله الغندور مثلا في 98 و2002 وعصام عبد الفتاح الحكم مباراه واحده في المونديال 2006 انه خلاص نوقف تحكيم، خلاص ما نروحش حدش يروح كاس العالم تاني؟ هل المقصود نقفل التحكيم في مصر على الاثنين دول ونقول شكرا؟ يعني عاوز ان انا اجيب قرايبه، ده يجيب ابن اخوه، ده يجيب ابن اخته، يجيب ابن خالته، وبيت العمليه عزبه. يعني ازاي تقول لي انا كراجل طالع بحل في استوديو التحليل وابني هو قاعد على الفار، وتقول له طب هتنتقد ابنك كلها مش دلوقتي على الهوا، ده انا لما اروح البيت اقول له انت عملت ايه غلط؟ يا كابتن غلط الكلام ده باي مقياس واي معايير؟ خلاص لم تعد المصلحه الوطنيه بالنسبه لكثير من الناس هدف رئيسي. ان انا اقدم، اقول ايه؟ ان انا هقدم النهارده طاقم تحكيم يتقال عليه. طب انا حزين ان انا ما عنديش طاقم تحكيم دولي، ليه ما يديرش مباراه الاهلي والزمالك؟ خلاص مرضوان جيد بيدير مباراه الرجاء والوداد. في حد بيقدر يتكلم؟ اذا لم يكن للتحكيم حمايه وصالح عام وهدف ان انا بعمل منظومه بحافظ عليها، اذا لم تكن منظومه التحكيم قويه وخاليه من المغردين وخاليه، اصلا انا بشجع، انا مش معترض انك انت تشجع، بس اين ضميرك؟ صحيح. اين ضميرك المهني؟ ممكن تبقى تشجع وبتشجع الاهلي وبتاع، لكن لما تيجي تمسك الورقه والقلم، هل انت كل هدفك انك انت المنافس تقعد تنال منه
وتصغر وتشيل او تمسك الصفاره ونازل في دماغك ان انا اجامل ازاي، تبقى انت كده خلاص، انت كده ايه، مش بتقضي على نفسك، انت بتقضي على منافسه وعلى انديه صرفت ملايين وانفقت كل الكلام ده بامانه. وما زلت مصر عليها، لما بيغيب الضمير وتترك الساحه للبعض ليه يا كابتن؟ لانه تحولت هذه الامور ما يحدث يا كابتن الى مكتسبات شخصيه. خلاص ما انا عاوز ابقى النجم عشان ابقى مطلوب في الحته الفلانيه، صحيح، والحته مش عاوز انا شريف، ليه شريف اشتغل معايا وعارف عني كل حاجه، عنده خلفية، فمش عايز مش عاوز كابتن ناصر ما لا ما بيشتغلش كابتن. ده هقول لك مفاجاه، ما انا ده حكم دولي، حكم دولي راح الاولمبياد، مش المجامله شريف كابتن اسلام، من ساعه ما بطل ما دخلش لجنه الحكام، من ساعه ما بطل تحكيم قاعد في البيت، مش هيدخل لجنه الحكام. خلي بالك، طب عشان البيت عندك شله؟ لا 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 خالص، ده بينام الساعه 8 بالليل. طب في حد بيعمل كده؟ يعني انت المفروض نايم دلوقتي. هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل وبعدين احنا داخلين على دوري، كلاتنبرج ساب الدنيا وسافر. حضراتكم عارفين ان هذا البرنامج هو اكبر داعم لما يحدث في وجود خبير اجنبي، فكره الخبير الاجنبي، ولكن الغلط غلط والصح صح. يعني ايه؟ يعني لما هتعمل حاجه غلط وانا في ظهرك هطلع اقول ان هي حاجه غلط برضه. بعد الفاصل هنرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ناصر، حضرتك كنت بتكلمني دلوقتي على التحكيم في قطر، وان هم الناس شغاله، وهطلع منه لكلاتنبرج. طيب كابتن، عشان نعمل مقارنه عشان كل الناس تشوف، برنامج النهارده انا اعتقد برنامج مهم جدا وكل الناس بتتابعه الحمد لله. خلينا نشوف قطر وهي بتستضيف كاس العالم، المفترض الناس كلها رايحه بتقف مع الناس وكده، ولكن هنا بيتم عمل ده اسمه كابتن اسلام تدريب عملي في الملعب. اوكي. طب هقول لك على المفاجاه النهارده. هو النهارده عمل جاتنبرج عمل واحده واحده. عمل اجتماع عبر الميتنج زوم مع او زوم ميتنج مع الحكام المساعدين. اوكي. 10 دقائق. قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ الفتره اللي فاتت ثلاث اسابيع عندكم عندكم مشكله في التمركز. اوكي. تمركز بعض الحكام عندها مشكله في التمركز، ممكن تجيب القرار صح بس تمركزك خاطئ. اذا حل مشكله التمركز انا اشتغل عملي. الله اكبر عليك. كابتن اسلام، هو ده الشغل الحكام. اوكي. طب انت النهارده شهر اجازه بتقول للحكام انت عندكم مشكله في التمركز وانت مسافر، طب مين هيشتغل مع الحكام ده في ميدان اللعب؟ دي حاجه. احنا بنعمل كنا بنعمل يا كابتن اسلام، يمكن شريف كان بيتابع، كنا بنجيب الحكم بنعمل مباراه شباب، بنجيب الحكم بنديله اختبارات. أوكي. تمركز، تحرك، قراءه، المساعد ازاي يروح على الخطوط يواجه. أوكي. الملعب، تمركز صح، بنصور الكلام ده كله. بنطلعه بعد المباراه بنعمل فيدباك في القاعه، يعني من القاعه كابتن محمود للملعب ومن الملعب للقاعه. ده شغل التحكيم طبعا. هنا قطر بتشتغل النهارده ايه؟ هي بتسيب كاس العالم ومعاها الحكام تتدرب. عشان كده حضرتك بتقول انها بتشتغل 2030 بالظبط كده، مفيش توقف. انا النهارده مش حدير الزوم 26 و30 وجميل، بس انت النهارده ما قعدتش طيب. ما نزلتش مره ملعب. طيب كابتن شريف، وهنا كابتن ناصر بيتكلم على ان كلاتنبرج يدير التحكيم من خلال الانترنت او من خلال الزوم ميتنج. بالظبط. خلاص، هل ده ممكن؟ لا، هو طبعا الافضل التدريب العملي. انا يمكن حضرت رحت قطر كذا مره. كابتن ناصر بيتكلم على قطر. كابتن ناجي جويني، ناجي جويني ده علامه كبيره في عالم التحكيم العربي والعالمي. الحقيقه طبعاً انا شفت بنفسي الشغل ده كله بيتعمل للحكام. الحكام ادي النتيجه، ان في طقم واحد في الفيديو فراحوا رايحين كاس عالم. فطبعا ده الشغل المفروض يتعمل، لازم الشغل العملي، ولازم ان انا اوري الحكام كمان، افرجهم على ازاي يتحرك في الملعب، وبعدين اطبق في الملعب برضو، ان انا انزل اشتغل معاهم في الملعب واشوفهم قدامي هم بيجروا واعدل من اي غلط بيحصل. ده الشغل الصحيح، لكن اللي هو العملي في الملعب، اللي في الملعب. أوكي. انا لكن حضرتك بتتفق مع كابتن ناصر؟ طبعا بتفق معاه طبعا. طيب خلاص بقى، هنمشي كلاتنبرج يا استاذ محمود، بما ان الموضوع كده، بما ان الموضوع زي ما كابتن ناصر بيقول وزي ما كابتن شريف بيقول، ودول هم اللي ايديهم في التحكيم وعارفين التحكيم ماشي ازاي وعارفين اللي بيحصل في التحكيم. والله يا كابتن ناصر في ماتشات بيجي يقول لي فلان وفلان وفلان، طيب بص هيحصل 1-2-3 ويحصل 1-2-3 بالظبط في السنه اللي فاتت بالظبط. خلي بالك، فبالتالي هو راجل حافظ وعارف، كابتن شريف نفس الكلام. خلاص يبقى ماشي كلاتنبرج بقى، ونقول ان هو راجل، ان هذه التجربه هي تجربه فاشله، ونرجع حد من الكباتن الكبار سواء الكابتن جمال او الكابتن عصام او
او اسم اخر. النهارده سمعنا اسم كابتن محمد فاروق، ما اعرفش ليه فجاه لقيت اسم كابتن محمد، رجل محترم ولو كل التقدير. انا بتكلم نلاقي اسم كابتن محمد فاروق، وقبلها لقينا اسم كابتن سمير عثمان ان هو رفض، هو حتى الكابتن ناصر اللي قال هذا الكلام او قال لي هذا الكلام بالظبط كده. طيب خلاص، يبقى احنا جبنا كلاتنبرج. هل وجود كلاتنبرج معناه انه بيقلل من الحكام المصريين؟ هو بيتقال كده يا كابتن؟ انا لا كدا. انا بالنسبه لي لا طبعا انا اسلام لا، لكن الكلام اللي انا كلمت ناس كتير واتكلمت مع ناس كتير بيقولوا لي كده. حلو الكلام. معنى ذلك ان انا اجيب لاعب محترف يعني ان انا مش مقتنع باللاعب اللي عندي. لما اجيب لاعب محترف يبقى مش مقتنع باللاعب اللي عندي، مش نافعين. لما اقول المقياس ده، لما اقيس كلاتنبرج هيقلل لي من التحكيم الوطني بتاعي، يبقى اللاعب الاجنبي اللي انا جايبه مش يعني لعيب احسن من اللاعب اللي عندي. لكن انا جايب اللاعب اللي عنده ده او المدرب نفس الكلام. او المدرب جايبه ليه؟ يا بيطورني يا بيعلمني حاجه، صحيح، يا بعرف استفيد منه واطلع منه بحاجه اضيفها نقله. طيب الراجل ده عمل ايه رغم الحمله اللي اتعملت عليه وما زال يدبر له مكيده منتظر بس وقع بس اتفرج اللي هيحصل معاه. بس هو برضه يا استاذ محمود الصح صح والغلط غلط. يعني هو ينفع ان انا عندي شهر اجازه اسافر واسيب التحكيم؟ انت اللي اتفقت معايا يا فندم. هو اتفق معاك ولا مش اتفق معاك؟ مين؟ هو كلاتنبرج مع اللجنه، مع اتحاد الكوره. هو ده اللي بيتقال ان هناك اتفاق. اتفق معاهم ولا ما اتفقش معاهم؟ بيقولوا يعني هو من نفسه، ولا لما جه عمل العقد قال لهم اعملوا حسابكم ان انا في كاس العالم هاخد اشهر. انا جيت ولقيت ان مستوى التحكيم بهذا الشكل. ما انا بضرب لك مين أنا المسؤول؟ انا عندي شهر اجازه. مسؤول اتحاد الكوره يا كابتن، بيقول لك كابتن ناصر مسؤول اتحاد الكوره يا كابتن اسلام. اتحاد الكوره ما كانش يسمح له. تسمح لي طب كابتن محمود، انا النهارده الشهر ده، اولا انا هسال سؤال، هل المدير الفني النهارده لاي نادي بيشتغل مع لعيبته من خلال الاونلاين ولا بينزل معهم الملعب؟ ده بينزل معهم الملعب. ليه؟ ان هو قايم اداء اللاعب، شوف تحركاته، بشوف وزنه، بشوف بيأدي ولا هو ده الشغل. ما انا بتكلم حضرتك على حاجه، دي نقطة. اتعاقد مع النادي على ايه؟ دي النقطة التانية. سوري يا فندم، لا لما وقع العقد معاه مش في شروط يا فندم؟ طيب طيب هل هو جه في الشهر؟ كمان اللي انا عارفه في هذا الامر ايه؟ ان هو خلال الشهر ده كاملا هيتابع يوميا صبح وضوء. ما هو ده اللي اتقال، ده اللي اتقال لي. ده بدون مرتب؟ هي دي الاساسيه؟ هو اتقال لي كده. هو ده الهدف؟ لا ده مش قاله كده. اصل هقول لحضرتك حاجه، ما هو معلش يا استاذ محمود، ما هو خلينا نتكلم براحه عشان نوصل للنقطه. ما يا فندم انا بكلمك. اتفضل. النقطه اللي طلعوا لهم بايه؟ انه الاجازه دي بدون ايه؟ مرتب. كل التركيز في مين؟ في الفلوس. في المرتب. الهدف يا كابتن اسلام المفروض الهدف الاسمى من التعاقد مع الراجل ده تطوير التحكيم، ان انا اطور. طيب الراجل عمل حاله وشفنا ان هناك تطوير. في حاله حاله دلوقتي. طب انت دلوقتي ايه؟ في لعب رغم انه البعض فيما غلط، سواء من بعض الحكام اللي بلغوا في الامر ما رضوش يطلع انذار تاني وتم توجيه اللوم، وفي بعض مساعدين برضو خدوا قرارات للاسف كانوا مستعجلين فيها. لكن صحيح. الهدف ايه يا كابتن؟ هل ان انا الهدف على المسابقه الحاليه، ولا انا جايب الراجل ده عاوز اطور واكبر، عايز اطور واطلع ودي خبرات اطور خبرات. انا من وجهه نظري كان قبل كده رحمه الله عليه كابتن سمير زاهر، وتحمل مؤتمر صحفي كبير جدا وقتها فتره التسعينات، ان احنا نعمل اكاديميه للتحكيم. اكاديميه للتحكيم. نجيب الحكام صغيرين، من زي ما بنجيب لعيبه الناشئين هنجيب، هنختار ناس في ناس عندها شخصيه. اوكي. انا شايف انه رقم واحد في الحكم من وجهه نظري شخصيه الحكم. اوكي. اذا لم يكن الحكم لديه شخصيه قويه مش هيستطيع كابتن يقف قدام الاهلي والزمالك، لانه في حكام احنا بنشوفهم قدام الاهلي والزمالك بيتحولوا بامانه شديده الى حاله من ايه؟ حساب القرارات، بياخد تفكيره شويه. لكن في بعض الانديه انت بتشوف حاجه، مش عايز اقول لك اسمه، واقول لك اسم اتنين ثلاثه، تلعب على الانديه الصغيره بتاع منفعل ويعمل لك كده بايده ويجري ويعمل لك حركات ليه؟ لكن مع الانديه الثانيه اللي عارف ان وراها جماهيريه بيحسب حساباته. اذا لم يكن يا كابتن بامانه شديده اتحاد الكوره محق، ولو عمل حاجه واحده فيه حتى تنتهي مدته، انه طور التحكيم بس، وانه عمل بند في اختيار الحكام، وانك انت دلوقتي داخل على مرحله انت عندك في 60 حكم من القدام معاهم ابنائهم 60 حكم شباب طالعين، فيهم ناس سكنت وفيهم ناس منتظره الفرصه، وفي ناس تانية ما عندهاش واسطه ولا ما عندهمش حد يسندهم، على فكره منتظرين فرصه وما حدش بص عليهم. الموضوع اكبر واخطر يا كابتن. كلاتنبرج جه حرك شويه كده، الكل قاعد مترقب، لكن الحكام من الداخل شعروا بفرق، انه في حد ايه يقول لك الماتش مثلا بتاعك زمالك كابتن شريف قبل 3 4 5 ايام يقول لك خلاص انت حكم ماتش الاهلي استعد. العكس كان بيحصل، يجي لك ليله المباراه يقول لك انت بكره بعد بكره عندك الاهلي وسيراميكا، اتفقوا. انت في الفتره الحاليه دي اذا لم يكن اتحاد الكوره لديه الرغبه
في انه ينقل التحكيم نقله اخرى وانه الناس يبقى عندها نوع من الضمير. لابد زي ما انا بطور كره القدم اطور المفصل الاساسي فيها الحكم، واعمل له ايه؟ زي ما بجيب طاقم تحكيم اجنبي اجيب التحكيم الوطني بتاعي انزله في فندق واعمل له عربيه. اتكلمنا في هذا الامر بقى اقول لك اهو اديله نفس المميزات. طيب نفس المميزات، هل لو المميزات دي يا كابتن ناصر موجوده مع التحكيم في ظل وجود خبير اجنبي بغض النظر عن الاسم يعني، ولكن بظل في ظل وجود خبير اجنبي، هل من الممكن ان نرى تطوير للتحكيم يساعد ال 18 نادي مش النادي الاهلي فقط، يساعد ال 18 نادي والتحكيم في مصر على ان تكون هناك عداله تحكيميه؟ كابتن اسلام بس السؤال ومحدش عارف يوضح لنا، كلاتنبرج جاي لمين بالظبط؟ لحكام الدوري الممتاز بس ولا ل 27 منطقه فرعيه؟ وانا هضيف حاجه مهمه جدا. انت حضرتك ما سالتش؟ هقول لك يعني سالت؟ انا الراجل سالت. حضرتك سالت؟ لا انا عارف جاي ايه؟ بس انا لازم نقول للناس. طب اتفضل. الراجل جاي عشان الدوري الممتاز فقط. طيب السؤال العمق بقى، وده لاتحاد الكوره، انا يعني غير جدا عن التحكيم وبحب الناس كلها. صحيح. 27 منطقه فرعيه بيعملوا ايه بقى؟ ما بين حكام درجه ثالثه وثانيه واولى. اللجنه النهارده وناشئين. اللجنه النهارده هم مش عارفين، هم بس يعني احنا بنجتهد، هم في ثلاثه او في اربعه. اوكي. ثلاثه واربعه هم مسؤولين عن تعيينات الدوري الممتاز فقط. ومنهم الممتاز ب والقسم الثالث. دي للتعيينات. تمام. طيب مين اللي فاضي النهارده يروح الصعيد؟ الوادي الجديد، الاقصر، اسوان، اسكندريه، للحكام الصغيره دي يا كابتن عشان يديهم تطوير. انا النهارده المفروض اشتغل تطوير للكل، مش بشتغل لمجموعه واحده بس. يا استاذ محمود طبعا. عندي 27 فرق، مين هيطور هيثقف هيدرس للناس دي كلها؟ فين الناس اللي في اللجنه تطور؟ اذا النهارده انا بجيب واحد بياخد 30,000 دولار ومعاه طبعا 40. بعض المميزات الاخرى. اوكي. طيب يبقى 40. فين التطوير؟ طب انا هطلع ازاي حكام او ستاف من الحكام الصغيرين او الحكام الواعدين؟ مين هيتابع؟ طيب يبقى معنى كده بقى كابتن شريف ان انا زي ما الاستاذ محمود قال، ولا اجيب بقى مديرين فنيين اجانب، ولا اجيب برضو لعيبه اجانب، لانه في النهايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا نقفل على كلاتنبرج. وشكرا يا عم كلاتنبرج على الشهر ونص اللي انت قعدتهم معانا. ده اللي انا فاهمه من الكلام. كابتن هارود خلي كلاتنبرج، احنا مش عاوزين نظلمه. كابتن مش قصدي كلاتنبرج اي اسم اجنبي، هو النهارده يعني. كلاتنبرج مش هيشتغل مع كل ده، ما هو لازم كان لما يجي الراجل يبقى فيه اتفاق صريح. هنجيب لجنه حكام معاك هيبقى فيه خمسه او سته او سبعه مسؤولين عن الممتاز بيه والقسم التالت ومتابعه حكام الفروع، وانت بتدي تشتغل مع الحكام الكبار. أوكي. ولكن الراجل هو مسؤول مسؤوليه كامله النهارده، هو يقول لك ما اقدرش اشتغل مع ال 27 فرع. طب مين اللي هيشتغل؟ مش عارف مين يعني هم الاربعه اللي موجودين. مين يا كابتن شريف ممكن من وجهه نظرك يشتغل؟ انا وجهه نظري ان هو راجل جاي خبير اجنبي للتحكيم المصري. انا وجهه نظري كان لازم يبقى فيه رئيس لجنه حكام مصري يبقى موجود معاه يساعده، وهو يتابع بقى ايه، يتابع الماتشات. اعتقد ده كان الاتفاق مع كابتن سمير، وكابتن سمير رفض، كابتن سمير عثمان. بس هو ده الصح. اوكي. هو ده الصح، ان يجي مثلا واحد مثلا زي كابتن سمير ياخد فرصته برضه وليه الصلاحيات اللي هو عايزها، الراجل يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل بقى في الماتشات. مين اللي هيحط التعيينات؟ التعيينات سمير مثلا، هو جاي يعمل ايه؟ لا ما هو مش التعيينات، هو دوره ان هو يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل. ده التطوير وبرضه في شغل في الملعب بيتعمل مثلا للحكام عشان يقدروا ان هم برضه يصلحوا الاخطاء اللي بتحصل في المباريات. فلازم يبقى في رئيس لجنه حكام يساعده مصري. بص يا كابتن اسلام، ممكن طيب. بس دقيقه، تعالى نروح الجزائر، مش بعيده الجزائر عندنا. مين ماسك مسؤول التطوير عشان بس نفس جمال حمود؟ لا مين؟ لين كيم شونج. والله مسؤول التطوير. هي. يعني ايه مسؤول التطوير؟ انا بطور الحكم، بعده ليك لدوري للمسابقه، بجهزه وبقول لك اتفضل الناس دي جاهزه تدير المسابقه اللي عندك. تمام. انا كلجنه، مين اللي ماسك اللجنه هناك؟ جمال حيمودي. اذا عندنا رئيس لجنه حكام بقوام لجنه 13 لجنه حكام رئاسيه، لين كيم شونج مع 10 شغالين في التطوير. ده ليه شغله وده ليه شغله. انا كان النهارده كرئيس لجنه حكام ومجموعتي بنعمل استراتيجيه، بنخطط ليه البعيد. لين كيم شونج بيعمل ايه؟ تطور. انا بقى بنزل الملعب واطور الحكم واعد لك الحكام واقول لك هم دول المجموعه اللي تستحق انك انت تلعبهم، تعينهم. اذا ده ليه شغل وده ليه شغل. النهارده احنا مش عارفين مين مسؤول التطوير، مين مسؤول التعيينات،
المجموعه قليله جدا جدا، الشغل كبير قوي 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 يا كابتن اسلام. بنتكلم على 27 فرع، احنا بنتكلم النهارده عندنا 5000 حكم، 5000 حكم. مين الراجل قال لك اعمل ايه بيهم دول؟ قال لك اعمل ايه كل ده؟ قال لك اعمل ده كل ده ايه؟ طيب عايز اقول يجيب مجموعه يا كابتن تشتغل مع الناس دي. طبعا هات مجموعه تشتغل مع الناس دي. طيب وده قد يكون الاقتراح الاقرب بقى خلال الفتره اللي جايه، 13 حكم عربي اللي هيكونوا موجودين في المونديال بثلاثة ساحة و سبعة مساعدين، سبعة مساعدين ثم ثلاثة حكام فيديو في مونديال قطر 2022. أتمنى لهم يا رب كل التوفيق. فاصل، وبعد الفاصل هل يوجد مجاملات في التحكيم المصري؟ أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أستاذ محمود، هل يوجد مجاملات في التحكيم المصري؟ أنا ما أقدرش أسميها مجاملات، أنا أسميها غياب ضمير. ما زلت مصر على الموضوع ده. غياب ضمير يؤديك انك انت بتضرب العداله في مقتل. اوكي. ده امر في غايه الخطوره. لكن ما يسمع وما يقال على الفترات الماضيه في اتحاد الكوره وفي التحكيم يا كابتن اسلام في غايه الخطوره. خاصه ما يحدث في القسم الثاني والصعود والهبوط والهروب من الهبوط. بتسمع حاجات كتير. او القسم يعني الممتاز حاجه، وكمان في تحت بقى زي ما انت عايز حكي. انما احنا عاوزين الحكم فلان الفلاني لو سمحت، يعني عاوزين نعدي. الكلام ده بيحصل، انا معاك، لكن ده اي منطق لما يصل بك الامر في مجتمع الان؟ البنت رفضت تغشي زميلتها جنبيها في الفصل، كان نتيجتها ان هي استنتها بعد الفصل وضربتها مشرط 150 غرزه. المدرسه اللي رفضت تغشش في امتحانات الاعداديه في الصيف اللي فات ما عرفتش تطلع من اللي رفضت التغشش، ما عرفتش تطلع من المدرسه لأن يا اولياء الامور انتظروها في الخارج لغايه ما جه الامن طلعها. لما يصل اليك الامر هنا مؤشر من سيخرج من المدرسه ومن الجامعه ومن بتاع بالمنظر ده يا كابتن اسلام. صحيح. اذا كان التاسيس لم يكن بالصوره المطلوبه. عندما تضيع الاخلاق لابد ان يتوقف المجتمع امام هذه الظاهره. لابد من يدير المشهد، وخاصه في اتحاد الكوره، اذا كان القائمين على الامر يعنيهم هذه الصناعه التي تصل وتستطيع ان تحقق للبلد مكاسب تفوق ما يحدث الان. عندما تنتظر وتتابع بام عينك ما يحدث من بعد الحكام ومن بعد المساعدين ومن بعد المراقبين، لان المنظومه كلها خدها على بعض كده، في ضمير هتلقى حكم واقف زي الاسد في الملعب. أوكي. مش عامل حساب غير لنفسه. ما فيش ضمير، هتجد تريكات في الملعب بتحصل من بعد الحكام. انت الجمهور على فكره ذكي، والجمهور اشطر منه ومنك، الجمهور المتابع اللي فاهم. يقول لك اللعبه دي في الماتش اللي فات اتحسبت كذا، وفي الماتش ده ما اتحسبتش، اشمعنى؟ ليه؟ هنا بقى تقول، هنا ينتج الظاهره الغير مقبوله، يطل عليك التعصب باقبح وجوهه. ليه؟ هو ده الاساس. وتيجي ايه يا كابتن اسلام؟ يجي مخرج يبرز لك، مصور يبرز لك لقطه ويخفي لك ثانيه، يدي لك واحده يعيدها والثانيه يعيدها، لو عادها يعيدها مقطوعه. ايوه. ما برضه هي كلها على بعضها ايه؟ يتاخدها كلها على بعض. عندما يغيب الضمير عن المشهد يحدث اللي انا بقول لك عليه ده. التحكيم المصري في خطر، وما حدث في مونديال 2022 ينزل بكارثه في المستقبل. أنا بتفق مع الأستاذ محمود طبعا في حتة غياب الضمير، لأن أنا شخصيا اتعرضت للمجاملات على حسابي أنا طبعا شخصيا سنة 2004. كان من المفترض إن أنا أدخل القائمة الدولية، وكل مصر كانت بتقول إن أنا اللي أدخل رقم واحد، وما دخلتش كحكم مساعد، كحكم مساعد القائمة الدولية، وما دخلتش، وناس دخلت مكاني واتجاملت. دي أول مرة. ولما دخلت سنة 2007 كنت رقم 7، آخر واحد. احنا 7 في القائمة الدولية كمساعدين، كنت رقم 7 اول سنة. تاني سنة كنت رقم 2 طبعا بمجهود الواحد الحمد لله بفضل الله. يعني لما بقيت رقم 2 بقت ماتشات تجيلي بالاسم من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. للاسف شديد اللجنة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، مش هقول اسماء طبعا، حبت تجامل حد موجود في الاتحاد الكورة، مش عايز اقول اسامي برضو، فراحوا مشايلني. هو المفروض تقول لو صح، يعني لو موجودين مش عايز اتكلم بقى، يعني مش عايز اتكلم اسماء، احنا هنجيبهم بس ونحل للاسف دي في ثانيه. للاسف الشديد شالوني من القائمه الدوليه، وانا الحكم الوحيد اللي لعب اكتر ماتشات في مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي وماتشات بالاسم. وشايلني، وانا جاي لي ماتشين كمان بالاسم في بوركينا فاسو وساحل العاج، وشالوني.
عشان يجاملوا القائمه الدوليه. شالوني وانت رقم اثنين ورجعت. رجعني الاتحاد الدولي، اتحاد افريقيا رجعني، وكانت اول مره تحصل في تاريخ التحكيم على مستوى العالم ان مصر كلها وقفت معايا بصراحه. طيب لحد ما جاي لي حقي، زي ما حصل برضو اعتقد في مشكله حصلت السنه دي برضو في القائمه الدوليه في الخماسي. كابتن ناصر عارف الموضوع ده، محمد حسن ما هو ما انا كنت هروح للكابتن ناصر في هذا الامر، لانه برضو يا كابتن ناصر يعني ايه اطلع حكم من القائمه الدوليه عشان اسكت الناس وبعدين افاجئ ان انا الاقيه مره اخرى؟ بغض النظر عن الاسماء، ولكن انا بتكلم عن طريقه. انا اذا كنت بعمل حاجه فانا قدها، فبالتالي اقدر اواجه كل الناس. تمام يا كابتن، ده لو انا قدها. خلينا ناكد دايما، واحنا من هنا احنا دايما بنقول ما يجب تطويره، بنقول الايجابيات والسلبيات، واحنا محتاجين التحكيم يبقى كويس. اوكي. لا احنا عندنا مشاكل اداريه كبيره جدا جدا. يمكن مشاكل فنيه كابتن في الثلاث اسابيع مش كتيره قوي، ولكن اداريا كابتن اسلام لا عندنا مشاكل اداريه كتيره قوي قوي قوي، بدايه من تحضير المعسكر للحكام، بدايه من اعداد الحكام في المعسكرات، بدايه من تصنيف الحكام. كابتن محمود انت صنفت حكام ممتاز الف ممتاز ب، مين اللي صنف؟ مين صنفهم؟ حضرتك انت السنه اللي فاتت في اكتر من 120 حكم لعبوا، النهارده انت بتختار 60 حكم مساعد، بتختار مثلا 40 حكم، مين اللي صنف الناس دي؟ الحاجه الثانيه لما نيجي النهارده في ترشيحات القائمه الدوليه، عندي محمد حسن. تمام. حكم لعب نهائي كاس عالم للصالات، نهائي كاس عالم. رقم واحد في افريقيا. حلو. ورقم واحد في العالم، طالع من افضل 10 حكام على مستوى العالم. ده المفترض النهارده في الصالات. في الصالات. طارق سامي اثنين مصنفين في كاس العالم. كاس العالم. تمام. انا النهارده في قائمه دوليه ما عنديش حاجه اسمها سن. ما تجيش تقول لي انا شلت الناس دي عشان السن. لا. حد اقول لك؟ حد اقول لك ايه؟ سيب الناس، مالكش علاقه بالسن. طالما الراجل عنده القدره بيعمل اختباراته، طالما الراجل مصنف حطه في القائمه الدوليه. تعال اقول لك مفاجاه. اتفضل. افضل حكمين في افريقيا وفي العالم في ترشيحات القائمه الدوليه او في القائمه الدوليه للصالات اتشالوا. السؤال انت حطيت مين مكانهم؟ بالظبط. طب انت لو حطيت ده وانت حكم لسه عقبال ما يبتدي يبني ويطلع مش هيبتدي يوصل للناس دي. اذا الاتحاد الدولي بعت استفسار انت شلتهم ليه؟ دي اول مفاجاه. والرد؟ الرد مفيش رد، مفيش 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 قناعات. حلو جدا، رجعوهم ولا لا؟ وبالتالي احنا لحد دلوقتي هو اتقال، وبرضك دي مشكله محدش عاوز يقول لنا ايه اللي حصل، اتقال الناس دي هترجع وتتحط في القايمه وهيتم اعتمادها لان دي ناس مصنفه. وهيطلع الاثنين اللي دخلوا مكانهم يطلعوا؟ اكيد اكيد هيحصل تعديل في القايمه تاني ويبقوا موجودين. السؤال حضرتك ده بالنسبه للخماسي، لكن بالنسبه لل 11 11 اللي هم السبعه، هم السبعه ما حدش تغير فيهم، والسبعه مساعدين والفار. في الحكام محمود عاشور، هم الفار محمود عاشور دلوقتي موقفه الفار هنا برضك. محمود عاشور اتحاد افريقي بعت، اولا محمود عاشور تم اختياره، ما هو نفس الوزن بقى، هي بقى هي هنا مش هنقدر نتكلم، عارف ليه؟ لانه نفس الوزن. بالظبط. مش نفس الوزن يعني، ولكن اقصد ان هي نفس طريقه التعامل، نفس المعيار. بمعنى ان هنا في الخماسي او في الصالات تحدث الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اين محمد حسن واين طارق سامي. بالظبط. فهنا محمود عاشور برضو اسم قد يكون عنده اخطاءه او عنده بالفعل اخطاءه، ولكن عنده اخطاء وعنده كوارث مش اخطاء. بالظبط. ولكن هو من الحكام المعروفين في افريقيا، عنده علاقات جامده على فكره، وعنده علاقات جامده. فتم فبنفس المنطق اللي احنا بنتكلم بيه او بنفس المعيار اللي الكباتن بيتكلموا بيه، الناس سالت على محمود عاشور وهترجع محمود عاشور. لا محمود عاشور هو اللي حصل يا كابتن كمان. في كورس تحضيري لبطوله امم افريقيا للمحليين، كورس ده في شهر 12 تم اختياره في الكورس. وبالتالي احنا من الاتحاد الافريقي. طبعا. اوكي. اذا النهارده الراجل تم اختياره في الكورس محليين. دي مكافاه برضه يا كابتن. نعم. دي مكافاه. ما انا بتكلم بقى يعني مكافاه او كانت ازاي؟ لا مكافاه مكافاه. ولكن في الاخر ولكن في الاخر هو إيه؟ في الاخر خلاص تم اختياره، وبالتالي اللي تم اختياره في كورس المحليين هيبقى موجود في البطوله. صحيح. طب انت حضرتك شلته ماشي، طب شلته طيب بصرف النظر عن محمود انت شلته حطيت مين؟ مين؟ طب ما هو محمود حكم بار راح اولمبياد. انا بس بسال على المنطق. ما هو خلاص نفس المعيار. اذا كان هناك نفس المعيار الراجل قال ايه؟ انا حتى لو علاقاتي يا استاذ محمود انا بقول ان دايما بنقول هذه الكلمه وتعلمتها من حضراتكم، المساواه. المساواه في الظلم. بالظبط. خلاص طالما معيار واحد مش هقدر اتكلم. ليه؟ لانه عندما تم خروج احد الحكام الكبار او الاسماء الكبيره او الخبرات الكبيره او العلاقات الكبيره زي ما انت عايز تقول قول، المعيار واحد. سال الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بطلع اقول يا كابتن فين محمود صبري وفين تشيلي. اطلع يا كابتن اتحاد الكوره يطلع يقول، ما هم قالوا الاتحاد الافريقي لما بعت للاتحاد المصري بطلع اقول. لا يا فندم كان جاي على الهوا يا فندم، انا بكلمك يا فندم اطلع يا فندم اقول اوضح انا ليه دلوقتي
ازاي اقبل على نفسي ان انا اخترت قايمه واللي بره بيقول لي لا؟ السؤال هل يجرؤ الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي يعمل معايا اتحاد تاني؟ ما يجرؤش، لا يجرؤ، لان هناك اصابع من طيب بس من حقها ان هي تدافع عن اللي ليها. اوكي ماشي، كلنا عارفين المشهد معمول ازاي. فانا عاوز اقول لك ايه، انه هذا الامر انت تطلع تقول كاتحاد كوره انا والله يا اتحاد الدولي بعت يا جماعه رديت على قرار الاتحاد الدولي وقلت له انه الناس دي انا اخترتها لانها الاكفأ 1 2 3 4 وانه الراجل اللي عندي ده عمل طب مشكله. طب لا اختار بقى اسلام، هم محمد حسن وطارق سامي ومحمود عاشور، هتعمل ايه؟ هتختارهم. طيب صح ولا مش صح؟ علاقات بقى ما علاقاتش، ما خلاص ما انا بقول لك اهو، كلنا عارفين اللي فيها، ما احنا عارفين، ولكن هي في الاخر لما تيجي تحطها على مسطره بس واحده. بس انت لو اثرت كاتحاد كوره على موقفك طبعا هيعمل لك حساب. ما انا قلت لك جاي على الهوا. خلاص بقى، يبقى هي ايه؟ يبقى انت عندك ايه؟ عندك رغبه في انك كانوا بيتعشوا مع يعني فيها حاجات كتيره جدا. بص يا كابتن اسلام اقول لك على حاجه بس عشان لا عشان الناس بس ما هو بعد الحلقه دي يا كابتن بس خلينا نبدا بكابتن شريف. كابتن شريف انا عايز الحل. الحل ما اعرفش من وجهه نظري وزي اللي انا فهمته من حضراتكم انه يجب ان يكون هناك خبير لتطوير التحكيم اللي هو كلاتنبرج، انا ما بتكلمش على اسماء ولكن خبير اجنبي، ويكون معاه طاقم او رئيس لجنه تحكيم مصري، الراجل يطور ويدي يقول له اسلام وناصر وشريف ومحمود هم دول اللي يشتغلوا، صح كده ولا هو حاجه تانية؟ هو ده الكلام المظبوط. لازم الخبير ده جاي عشان حاجه، عشان يصلح كل الاخطاء اللي بتحصل اللي احنا بنعاني منها في الدوري المصري. فلازم يكون معاه رئيس لجنه حكام مصري واربعه اعضاء يكونوا موجودين وليهم برضه دور وليهم صوت وليهم راي في كل حاجه. في برضه نقطه مهمه جدا عايز اتكلم فيها، نقطه المقيم الحكام. للاسف الشديد ان السنه اللي فاتت فوجئت ان هم يعني ما اعرفش بقى مين اللي كان ماسك السنه اللي فاتت، لغوا ان يبقى في مراقب للحكام في الدوري الممتاز، ودي كارثه. احنا عندنا ما كنا بنلعب ماتشات بره كان رقم واحد هو المقيم بتاع الحكام، كان هو مراقب يعني يا كابتن، مراقب الحكام يعني، هو اسمه مقيم يعني، لدرجه ان هو كان بياخد فلوس اكتر مننا بره يعني. يعني احنا كنا بناخد $750 في الماتش، هو بياخد 800. اوكي. وهو اللي كان يقعد معانا ويكلمنا ويعمل ميتنج معانا، وبرضه الحاجات دي ملغيه. ده من ضمن الحل اللي حضرتك بتقوله، رجوع مراقب الحكام، لازم ان لازم هو يكون خبير اجنبي للتطوير، ان يكون هناك رئيسا للجنه الحكام يكون تحت عباءه الخبير الاجنبي، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ ما هو كده رئيس لجنه الحكام لو مصري هيوضح لكلاتنبرج مثلا اللي هو الخبير، هيقول له لازم يبقى فيه مقيمين عشان حتى اختيار اختيار قائمه الحكام الدوليه. اوكي. هيتم اختيارها ازاي؟ لان الدرجات الفنيه دي مهمه جدا، مين اللي هيحددها؟ تم اختيار التقرير هو اللي بيحدد، لكن دلوقتي انت بتحط القائمه الدوليه ازاي؟ بناء على ايه؟ مش عارف، بتختار كده وخلاص؟ معرفش، عشان تريح نفسك؟ دي مشكله، فلازم تتحل برضو المشكله دي. السنه دي برضو لازم يبقى في مقيمين للحكام عشان اختيار القائمه الدوليه اللي جايه، مراقب الحكام، لان في درجات بتتاخد يعني في طيب. في درجات في اللغه الانجليزيه، في الناحيه الفنيه، في اللياقه البدنيه، كل حاجه، اللياقه الصحيه، اللياقه الفنيه، مين اللي هيحط الدرجات للحكم عشان يتم اختيار؟ افرض عندي مثلا حكم معلش دولي في القائمه الدوليه وعمل ماتشات سيئه جدا، وفي واحد مرشح كان احسن واحد في مصر، ما يدخلش؟ المفروض يدخل. طب درجاته اعلى من ده، طب ما يدخل وده يخرج، ايه المشكله؟ فدي مشكله كبيره جدا برضو، حبيت طيب. ان انا اوضحها. كابتن اسلام، كابتن حكام بس بموضوع المقيمين، هو احنا بنقرب للاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي والاتحادات الاهليه ولا بنبعد؟ بس يعني عايزين دقيقه واحده اتفضل. المقيمين تم الغائهم بسبب بقرار لجنه الحكام، لان عشان ما فيش فلوس في الاتحاد هنكتفي بمقيمين الفيديو. يعني ايه اسلام؟ حضرتك هتقعد قدام شاشه التلفزيون وتراقب لنا الحكم ده من خلال الشاشه وتبعت لنا الحالات. ما ينفعش النهارده الاتحاد الافريقي، انا طلعت براقب، الاتحاد الدولي بيعين مقيمين ليه؟ انا بشوف الحكم في الملعب اسلام بيتحرك ازاي، شخصيته ازاي، بيتوقع ازاي، مجهوده صحيح. ازاي، انما من خلال الشاشه ما بقدرش احكم الحكم. هم اكتفوا بمقيمين الفيديو، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. طيب. مفيش تقييم للحكام، مفيش تقييم للحكام، يجب ان يعود مقيم الحكام. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه مش هبعد، اولا ماسيمو بوساكا مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي، مين رئيس لجنه الحكام؟ مين؟ كلينا. اوكي. يبقى انا مش هبعد، يبقى عندنا الاتحاد الدولي كولينا ماسيمو بوساكا. اللي بنروح مثلا لقطر ناجي جويني تطوير هاني بلال رئيس لجنه الحكام. الجزائر رئيس لجنه الحكام جمال حيمودي، لين كيم شونج تطوير. تمام. الامارات نفس كل الدول هي عامله كده، احنا مش هنعمل حاجه مستحدثه. واحد تطوير وواحد رئيس لجنه الحكام قوامها كامل، استراتيجيات، اهداف، متابعه نفس كل الكلام الحكام برضو. تحكيم طيب. بس طيب كابتن استاذ محمود، الحل
والله بص زي ما يعني نفس الكلام اللي اتقال عليها كابتن اسلام، لازم جدا. لازم يبقى يعني ايه يد اتحاد الكوره قويه في حمايه الحكم. اوكي يعني لابد يكون في لائحه قويه جدا تمنع الاداريين مليون في المديرين الفنيين اللعيبه اي حد يتحدث عن التحكيم. وحضراتكم قبل كده برضو فاكر في القعده اللي بنعملها لاخواتنا وحضرتك والاستاذ جمال والاستاذ سامي والاستاذ عصام، كنت قلتوا برضو على موضوع التحكيم ان هو يجب ان يكون الحكم رايح باوتوبيس وراجع باوتوبيس وبات يوم في الفندق، توفر له نفس اللي بتوفره للاجنبي. دي جزئيات انت لازم انت اختيارك كمان تبدا هنا. وانت بتعمل الكلام ده لابد تفكر لقدام. انا عاوز اطلع برضو عندي يبقى عندي طقمين ثلاثه. يعني ما اقول لك حاجه يا جماعه، تعال امسك ورقه وقلم قول لي كام حكم مصري حكم نهائي امم افريقيا. يلا على مدار اديك انت اهو اتاكد انه جمال الغندور حكم مباراه نهائي امم افريقيا سنه 2002 بين السنغال والكاميرون. تمام. طب قبليه في حد؟ طب بعدين في حد حكم؟ لا. طب مين حكم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ افتكر انت. لا مش السنه اللي فاتت، على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا مين؟ افتكر مفيش. انا مصري يعني انا 2010 انا 2010 كان الكابتن 2010 جهاد جريشه ظهر في نهائي الوداد والترجي كان مباراه الذهاب او مباراه الذهاب كانت في المغرب وحصلت عليها ايه؟ قصه مشكله وقصه. يعني عاوز اقول لك ايه؟ عندما يكون لك عدم وجود على الساحه الافريقيه هي الساحه اللي هي البوابه والواجهه بتاعتك، لما يتحول الامر انه مسؤولين في الاتحاد الافريقي يتكلموا على التحكيم المصري، لما تبقى مباح ومستباح اوكي هنا من البعض والتقليل من شأن التحكيم ده امر في غايه الخطوره. ما تنتظرش من البر من اللي بره يحترمك ويقدرك ويديك وضعك. الوضع هنا صعب يا كابتن، احنا في ازمه. لابد من حمايه كامله. ليه؟ لصالح الصناعه، لصالح الكوره. لا المساله اهلي وزمالك، لا الاهلي بيطلب منك سوى انك تديله حقه. صحيح. مش بقول لك تعالى جا مني، ما بقولكش تعالى جنبني، بقولك اديني حقي. يعني ايه؟ ادي الحقوق. والانديه الثانيه بتقولك تعالى اديني حقي، وانت في حد ذاته حافظ على نفسك. انت ما عندكش طموح انك بكره تروح في حته ثانيه؟ عندك يعني طبعا. تروح مثلا مستواك يكبر، مستواك يتطور، اذا ما كانش عند الحكم نفسه. وهنا التقييم بقى لابد انه يبقى فيه ضمير حتى في التقييم. لما اجي بقى في اخر سنه يعني نجح من السبعه ولا من الثمانيه دول، نجحوا ثلاثه والباقيين لا معلش. انا اسف جدا اشوف حد غيرهم. اذا الحل من وجهه نظر حضرتك، انا شايف ان الازمه ستظل دائما موجوده. ما هي موجوده، مش هتنتهي في يومين. احنا بنحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر نتكلم في حلول. الحل الحالي اللي حضراتكم شايفينه واتفقتوا عليه ان يكون هناك خبير للتحكيم لتطوير التحكيم، وان يكون هناك رئيس للجنه الحكام، رئيس لجنه حكام مصري ومعاه اعضاء او لجنه كامله مصريه من الداخل، ويقدموا لكريتن بيرج النماذج الكويسه في الاقاليم. يشوفوا عن تعالى اتفرج على ده، طيب تعالى شوف ده. صحيح. اه كده انا مع حضرتك. لكن ما هيقعد كلاتنبرج انت تديها له كده في شهر ونص هيعرف تفاصيل التحكيم المصري؟ أوكي. يا كابتن سلام صحيح. خلينا يا كابتن في الفتره اللي جايه، ده السؤال من فضل اتحاد الكره، الناس كلهم افاضل، طلع لي قول لي مين مسؤول. راجل قاعد شهر بره، مين مسؤول عن لجنه الحكام؟ من هو النائب؟ من له الصلاحيات؟ مين اللجنه اللي هتبقى موجوده؟ احنا لحد دلوقتي ولا عارفين في لجنه موجوده. صحيح. ولا لا، ولا حد عارف مين بيعين. مش عارفين مين اللجنه تم اختيارها. هم قالوا في لجنه ثلاثيه، لجنه ثلاثيه قالوا، وشويه ما فيش حاجه على الموقع. لا حضرتك تطلع قول لي فاروق، احنا سامعين فاروق. صحيح. فاروق موجود، طلع له قرار. هنقف في ظهره على فكره، طلع له قرار. هنقف فاروق حكم رائع محترم طبعا، هنقف جنب فاروق. بس نعرف مين يا كابتن؟ نعرف. عاوز فاروق، محدش بيقول لنا حاجه. قول فاروق نائب بقائم اعمال في حاله عدم وجود جلاتنبرج، واللجنه معاه فلان وفلان، عشان نقدر كمان نقدر نشوف الدنيا بشفافيه. طيب اتمنى ان يكون هذا هو الحل. وفي النهايه انا نصيحه مني بقى لكل الحكام في مصر، حب نفسك اكتر ما تحب اي حاجه تانية. دي اخر حاجه اقدر اقولها في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا في نهايه هذه الحلقه، حلقه نهايه الاسبوع الحقيقه. والنهارده الحقيقه تلقينا كلنا خبر حزين بوفاة المغفور له بإذن الله صديقنا العزيز حازم الحديدي. أمور كثيرة جدا، ولكن يظل حازم واحد من الناس القريبة جدا لينا كلاعيبة كرة. فترات طويلة جدا جدا كان حازم قريب مني وقريب من ناس كثيرة جدا من لاعيبة الكرة. ندعو له بالرحمة، ندعو له بالرحمة والمغفرة. دي الحاجة اللي هقدر أقولها في حازم الحديدي. البقاء والدوام لله في وفاة حازم الحديدي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم، وحلقة جديدة من البيت الكبير.